مثل العادة رح نعمل جولة على أبرز المحطات الثقافية والفنية، ومنبداها مع بكرة، لا مش هالسبت، السبت المقبل 6 شهر، حيث رح نتذكر الممثل الكوميدي شوشو بمتحف الفن الحديث بجبيل مع معرض للصور وبعض المقتطفات من مسرحياته. افتتاح رح يكون مع الممثل زياد عيتاني يلي رح يلعب بعض المشاهد من مسرحيات شوشو. نتابع مع أخبارنا. المسرح الوطني التونسي في بيروت بعرض واحد فقط وهو العنف، إخراج الفاضل جعيبي، نص جليلة بكر، والموعد الخميس 6 الشهر 8:30 المساء على مسرح المدينة. عم نشوف إذا بعض الصور لبوستر المسرحية ولعرض التمارين، وبذكر أنه رح بيكونوا على مسرح المدينة نهار الخميس 6 الشهر. تحت عنوان فيت براغنانسي يوغا بتوقع مدربة اليوغا والإعلامية دوريس الحاج دي في دي الخاص بتمارين اليوغا للنساء الحوامل. الموعد كمان الخميس 6 الشهر من الساعة 4:30 بعد الظهر لغاية الساعة 9 المساء بكابوتشينو بالزيتونة باي. تدعي مؤسسة ميش ضياء إلى حضور والمشاركة بالعشاء السنوي يلي رح بتكرم مثل العادة خلاله الإعلام والصحافة، رح يتخللوا عدة محطات فنية ثقافية وإعلامية وأيضا فنية مع الفنانة ميريام فارس 19 الشهر بالبافيون رويال بالبيال. إلى عروض الأفلام مع جامعة سيدة لويزي ومؤسسة أميل شاهين للثقافة السينمائية اللي حريصين دايما على متابعة النشاطات السينمائية. الفيلم تنين المقبل رح بيكون رين مان، إنتاج عام 1988، إخراج باري ليفنسون، تمثيل توم كروز وداستن هوفمان. كتار منا بيعرفوا هالفيلم، رح نرجع يكون عندنا فرصة أنه نحضره نهار التنين 3 تشرين الأول الساعة 7 بعد الظهر، من بعده طبعا حلقة نقاش بجامعة سيدة لويزي ذوق مصبح. You're using Raymond. You're using me. You use everybody. I'm using Raymond. 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 Am I using you? Am I using you, Raymond? Yeah. Shut up. He is answering a question from a half hour ago. Disconnect them bones, them drive bones. Disconnect them bones, them. متابع مع أخبارنا. ليالي قريش فلسطين يلي افتتح فعالياته من يومين بيختتمها اليوم الجمعة 30 الشهر مع فرقة حنين أغاني العرس الفلسطيني بكلية سبلين ابتداء من الساعة 8 المساء.
منتابع مع أخبارنا. رح يجتمعوا الفنانة باسمة مع الفنان نادر خوري بعمل تكريمي للراحل الكبير الفنان سعيد عقل بأغنية تكريمية رح بتكون من كلمات رودي رحمة وألحان نادر خوري. الحفلة رح بتصير الشهر المقبل بالاشتراك مع كورال مدرسة القلبين الأقدسين بكفر حباب وبنسمعه سوا. حشوري كبير وعقل صغير ناطر صار لي شي ساعة ساعة بسبقها ساعة لا تقولي لا تسألني شو بعد بدك مني لك بدي أعرف كل الأشياء ضحكوا علينا الجماعة إرمالك ما في أحكي شو قالوا لي الناس ما تفكر تضحك عليه بتضحك قصة صيفية مزبوط بلشت المدارس مزبوط وصرنا بفصل الخريف بس بعد المهرجانات مكفاية. مهرجان قلعة سمار جبال بيقدم بكرة أول الشهر الفنانة عبير نعمة ابتداء من الساعة 9 المساء. قلبك عني بقلك عن حبايبي أدهم الدمشقي في أمسية شعرية موسيقية بعنوان أنا البدوي الراحل. هالأمسية اللي سبق وقدموها بحرش بيروت رح يرجعوا يعيدوا تقديمها غناء سندي لطي وملهم خلف تشلو علي عبدو إيقاع إلي أبو عبود لا إلي أبو عبدو أيمن أبي خير نهار السبت 15 تشرين الأول الساعة 7 بعد الظهر بأوديتوريوم الحريري حرم جامعة البلمند. بخبر اخير بيدعي النادي اللبناني للكتاب الى حضور عرض فيلم ليكوريست انتاج عام 2004 اخراج كريستوف باراتيه بطوله جيرارد جونيور وجاك بيرين. من بعد العرض حلقه نقاش مع جورج كعدي نهار الاربعاء 5 الشهر الساعه 7 بعد الظهر مبنى بلديه جديده المتن ودعوه عامه. قبل ما ننتقلنا نعرف مع جوال حال الطرقات يقدان التقي بالمجازين السياسي عبر إذاعة شرق اليوم الساعة 8:30 بيحكي مع الكاتب والناشط السياسي سمير عبد الملك القيادي في حركة التجدد الديمقراطي الدكتور حارث سليمان مداخلات حول الصورة في الانتخابات الأمريكية والتوافقات والانقسامات والتأزم الاقتصادي وصراع الهوية والشرق الأوسط مع الإعلامي موفق حرب من واشنطن أوروبا المأزومة والأزمة السورية مع جان دبغي من باريس. إذن 8:30 عبر إذاعة الشرق أحوال طرقات مع جوال. مباشرة إلى غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير اليوم معنا على الخط المؤهل أول أحمد شعبان. صباح الخير. إيه صباح الخير. كيفك اليوم؟ الحمد لله. تفضل. بالنسبة لحركة السير فينا نقول الحركة الصباحية المعتادة على مداخل العاصمة. المدخل الشمالي لمدينة بيروت عم يشهد حركة كثيفة جدا من جوني باتجاه بيروت. ضغط السير بهالأثناء عم يبلش عنا من جسر الفهود على طول الأوتوستراد وصولا للكارنتينا شهر الحلو. كذلك في عنا حركة كثيفة على مدخل سوق السمك حركة كثيفة بوليفار سن الفيل. ضغط سير عم يكون عنا من الصالومة باتجاه الحايك لجسر الواطي. نعم. المدخل الجنوبي كذلك عم يشهد حركة ناشطة من ناعمة وصولا لخالتي بيتحول لكثيف باتجاه الأنفاق طريق المطار. عن محور الحدث سانتريز عم يشهد حركة كثيفة كذلك جاليري سمعان شيفروليه.
في عنا حركة كثيفة كذلك على جناح باتجاه الأذاعي، في عنا حركة كثيفة من السفارة باتجاه المدينة الرياضية بتحول لضغط باتجاه الأنفاق نفق سليم إسلام الوسط. المدخل الشرقي لمدينة بيروت كذلك عم يشهد حركة كثيفة عنا على كواع عرية، الجمهور اليرزي كثيف السير، إنما ما في عنا أي توقف أو أي مشاكل على الطرقات. داخل بيروت العاصمة أخيرا في عنا حركة كثيفة على في جسر الفيات باتجاه العدلية المتحف، حركة كثيفة أصقص باتجاه جادة عمر بيهم العاملية، كذلك كورنيش المزرعة. هيدي هي بالنسبة لحركة السير. أكل حال يعني اليوم الجمعة مشهد كتير طبيعي هيك على الطرقات. بالنسبة لحوادث السير اللي سجلت بال24 ساعة، سجل عنا خلال ال 24 ساعة 12 حادث سير، للأسف كان في عنا قتيلين أو 13 جريح، بنتمنى لهم الشفاء العاجل. وبالنسبة لمحاضر السرعة تنظم 996 محضر السرعة زائدة خلال ال 24 ساعة، 890 نهارا و106 ليلا. بنرجع بنطلب من المواطنين أكيد القيادة بتروي وعدم تخطي السرعات المحددة على الطرقات حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. نعم أكيد. وفيهم أكيد يتصلوا فينا أي مشاكل مرورية بتصادفنا، فيهم يتصلوا فينا على خطنا الساخن 1720 أو يتابعونا عبر تويتر @TMC Lebanon ليعرفوا آخر أخبار الطرقات لحظة بلحظة. يعطيك ألف عافية، نحن بكرة بنرجع بنحكيكم باتصال جديد. الله يعافيك. فاصل جديد بحلقتنا وبنرجع، خليكم معنا.